وفي قناة الهداف وجوه الخير، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصتكم وجوه الخير، الحصة اللي نذكروا بأنها تأتي نزولا عند طلبات الكثير من المحتاجين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، حتى نمكنكم أنتم وجوه الخير من تقديم لهم يد العون والمساعدة. بدون إطالة نتبعوا الحالة تاع اليوم عفوا، ونعود بعد قليل. حالة اليوم صعبة وحرجة يعيشها نصر الدين بن عمر البالغ من العمر 49 سنة. نصر الدين طبيب مختص في الإنعاش والتخدير بمستشفى مروانة، يشهد له الجميع بسيرته الحسنة وحبه مساعدة وخدمة الغير، وذلك ما كلفه الكثير حتى التفريط في عائلته الصغيرة أحيانا. نصر الدين وهب حياته للاعتناء بالمرضى والتخفيف عنهم، وعمل جاهدا على مدار سنين طويلة في قطاع الصحة حتى أتى يوم 15 أوت من سنة 2015، يوم انقلبت فيه حياته رأسا على عقب بعد أن أصيب بارتفاع شديد لضغط الدم ليسقط مغشيا عليه ويدخل في غيبوبة دامت 8 أشهر وما زالت متواصلة. نصر الدين نقل على جناح السرعة للمستشفى آنذاك، لكنه عانى من التهميش هناك مثل الكثير من المرضى، وذلك ما تسبب في تعقد حالته. قناة الهداف لبت النداء وتنقلت إلى بيت المريض بمروانة لنقل صرخته وصرخة أفراد عائلته، وكان لنا حديث مطول مع زوجته الذي اشتكت الظلم الذي تعرضت له في المستشفى ونددت به، لعل رسالتها تصل إلى السلطات وتحركها للتقضي على البيروقراطية والعقليات السلبية التي راح ضحيتها الكثير. تابعوا معنا تفاصيل القصة. الليله ما نساش اللي طاح لو 15 لو 16 اوت كي طاح وديناه لباتنا لي زيرجونس تاع باتنا. كي وصلنا لتما كي دخلنا للسياشي مبارك منا طريق كامل مالغري كان هنا كونفيلسا وكل شيء وسيداتا وديناه. كي وصلنا لهيتا كي دخل السياشي والله العظيم لا خفت، هذه اللي تنساها ما خفتش، قلت كي نوصل للسياشي نلقى لي ميدسان سبيسياليست مستحيل نصرو ترى له حاجه ولا موت. تما دخلت ما خفتش طول، كي وصلت لقيت حاجه وحده اخرى طول. كي دخلنا حطيناه بداو يخدموا معاه ماشي هما تاع لي زيرجونس لانفيرمي والميدسان ولانيسيزيست اللي راح معايا ولانيسيزيست نورمالمون قانوني ما يروحش معاه يخدم في ايتابليسمون وحده اخرى جا على جالو بيسك صاحبه ومشى معايا. وصلنا قالوا لنا انتم اللي تخدموه، جابوا سكوب بلاصاوه طاح طلوا لابور عاود له هذا حسن سعد ولا نسيزيس عاود له لابور لي زانفيرمي دو قاعدين يتفرجوا معانا واحد لا تحرك داروا نسيسار. ومن بعد زمان جابوا لنا ان ريزيدون قال لك ميدسان دو غارد انا حطيتو ميتر اسيستون اسمه ما حطيتوش طول ريزيدون اللي يجيبوه لي درت فيه كونفيونس. ميدسان جا شافو مهم كي شافو هذا بدا يفيق بدا يكونفيلسي الدواء ذاك اللي داروا له تاع الرقاد نحالو تاع مروانه المفعول تاعو بدا يفيق بدا يكونفيلسي شاف معاه شاف هكا قال لي واش كاين واش بها مدام شرحت له. من بعد قال لي خليه يبقى هكذا يتنحالو المفعول تاع الدواء اللي داروه له في مروانه. ومن بعد حتى الغدوه الصباح نعاودو نديرو له ان تيست. انا قلت ميدسان ريانيماتور ميتر اسيستون والله اسمه يعرف مالغني ساج فم 21 سنه جامي تكلحت في حياتي كما تكلحت الليله هذيك في نصرو سما يفوتوا علينا لي كونفيلسيون نعرف لازم تخاتمون لازم على الاقل فاليوم بلا لا سيداسيون الاخرى القويه والله. وليت انا امنت قلت بالك الطبيب واش ما شاف فيه انا ما نعرفش ولا واش ماشي دي كونفيلسيون ولا قال لي دي موفمون هكا ما عرفتش سماهم. قلت لك وقعدنا نستناو هذا يكونفيلسي زيد يزيد هذاك الميدسان راح ما زلناش شفناه طال حتى الصباح كي جاتني المعرفه باش عاودت شفت هذاك الريزيدون كيفاش شتو لبس قش وخرج. ومن بعد كي شاف المعرفه ولا لبس لاتوني ولا دخل 8 تاع الصباح. قلت لك حنا الوقت هذاك اللي بدينا نعيطوا انا وزوج خاوته وصاحبه ما حطوش مون با فوق لو لي حطوا على ان شاريو شتا الكونفيلسي تخبط البيجامه تاع عشاكم طيح نعاودو نجبدوها له عرق عرق الرخاوي خرجوا. انا نقول ما خاوتي عيطوا لي للطبيب
واش قالوا لي لا ريبونس؟ كي نقول لهم يقولوا لي روح مش خدمتنا نعيطوا للطبيب. هذه اللي غافتني. نورمالمون الطبيب ما يتحركش من ليزيرجونس، نورمالمون يقعد هنا. ما نعرف ما يتفاهموش في بعضهم ولا كاين ان كونفلي ولا ما فهمتش. المهم ما بغاوش كي نكثروا حنا الحس بكارات والاخر يولوا يهربوا يروحوا. جاني من بعد جاني الكورديناتور تاعهم، قلت له عيط لي الدايركتور دو كارد. قال لي ماهوش هنايا. ومن بعد قلت له اخويا شوف، قلت له ستان كوليغ 24 سنه في الخدمه وانستيزيس، على الاقل شوف لي كشما ميسان يشوف لي كونفيسيون كلو يزيد ويقواو. قال لي واش قال لي الجمله هذه ما نساهالوش. تمنيت نقولها قدام كاميرا ينوض نصرو ندي يعطيه طريحه باش ندخل الحبس نصرو. تمنيت يوقف ما وقفش نصرو. قال لي ماشي المريض تاعك برك عندنا 100 مريض. رجعت له انا ريبوز قلت له كاينه وحده باتنيا ان جان ممكن كون يشوفني يعرفني، عطاني حتى النيميرو تاعو مع عمو واحد من خنشله مع عمو. الصباح ماتت العجوز هذه. قلت له راهم لي مالاد هذو، هما عندهم فرني دي صار مليت انا ما شتش. المهم راح خلانا ولينا لو مومون ذاك الوقت هو يروح قريب الخمسة تاع الصباح. مات واحد الراجل كان اون فاس ثاني حتى هو مات داوه. كيش الراجل هذاك مات قلت ما يعيا حتى هذا يموت. وليت خلعت خرجت لي زاجون لاكاي لقيت تخوا قاعدين ثما يشيخوا. قلت لهم اخاوتي عيطوا لي للطبيب. قالوا لي ما تعيطيش علينا. قلت لهم مانيش نعيط، هذه فاصون دو باغلي. وراجلي ومريض عيطوا لي للطبيب. قالوا لي روحي حوسي على الطبيب وكي تلقاي الطبيب عيطي عليه هو. وليت دخلت خوه الجارحي يروح يضربهم كان يخدم في لي بارا. خفت لي نديروا مشاكل تما ولا. قلت له ما كان لها حميده روح رجع لهم برك وخليه. زدنا سنينا شويه ما كانش، ما كان حتى طبيب تا من بربي لا جت ميتان دو كارت والله لا شتو. ومن بعد حتى الصباح كان الراجل هذا تاع خنشله حاضر معنا شاهد وهذا الباتني. ومن بعد كي جت الحاله الراجل يزيد يمشي وحالته تقرفا وليت عيطت لهنا لدارنا لمرت خويا قلت لها ما عنديش نيميرو تاع الدكتور غسيري يخدم عنده نصرو. قلت لها عيطي للدكتور غاسيري. تصور انت المسافه بين دار ما في الفيلاج لهنا، هبطوا لهنا هزوا النيميرو تاع من البورتابل تاع نصرو وعطوه لي. كعيط له ما هزش ليا ما عرفش النيميرو. من بعد ولا قال لي مدام على ما عيطتيش كي ديماريتو مني تاع الوحده ولا. قال لي اني وجدت لك اون ايكيب. قلت له انا حكيم. قلت له انا ما نبانيش بلي زم عريفه ولا. والله العظيم انا نحسب كي نوصل من تمن قال لي سبيساليست قال لي ما نحتاجش معرفتك والله ما بغيت نحيرو. قال لي دوك نجي. من بعد كي جا واش نقول كي جا غسيري جاو تاع سامي جا الميتان دو كارد ريزيدون ذاك اللي جاني خطره ما زادش ولا عندي غاشي عظيم. وهذوك الميتان تاع سامي عيطوا نصروا ظهروا الناس الكل يعرفوه صحابه. ثم سيداتاو داروا له الدواء تاع الركات رقدوه انتيبا. واش هو نورمالمون الانتيباسيون في الدقيقه هذيك في كونفيسيون لازم تكون الانتيباسيون الاكسجين يوصل للمخ. تما ما تانتيباش الاكسجين ما كانش حتى الصباح كي انتيبا هو تكالما رقد. من بعد راح الدكتور غاسيري هو بالذات دار له سكانير ثما في السياشي واحد جوايه 11 11 ونص دخلوه لي لاريا داروا له بلاصه دخلوه. ثما قعدنا ثما قعدنا سي موا في لاريا. لاريا سما خدموا معايا نورمال بعد كي عرفوني. من بعد شتا عشت معاهم هذوك لي زانفيرمي لي زانفيرمي دوك يعيطوا لي ربي يسمح لهم قاموا به سوا شويه. هذاك هو العلم تاعهم. سما خرجت بلي خرجتو بلي زيسكار كون نعت لكم تشوفوه تخوا زيسكار في الباسان خرجتو دوكا وسمين جلده على العظم يوزن 70 كيلو ولا قداه ولا مو 20 كيلو ندير له هكا نهزو. خرجتو في حاله درك واش نقول لكم. نتمنى العباد يعاونوه كيما خدم من الصحه يخدموه. كون جا خدم شوف هو كون جا خدم لي زور تاعو برك منح والله لا نقول حتى الواحد بيسك هو لي زور تاعو سالك عليهم بلا مزيه خدم اور لي زور. وهذا الدليل على الناس الكل يشتيوه. كان عمالك في الماكله في كرشو ما يشبعش كان رقد والله لا يرقد والله لا يشبع ننصرو والله لا يقعد معنا يجي مروح يقعد ديرو باغ اكزومبل بريباري له على 4 5 باش يتغدى نحطها له يعيط له واحد في التليفون يولي يخرج نصرو. كي نقولوا نصرو ولادك ضاعوا والاخر القرايه لي كور الطفله وصلها في الليل تاع تاع لي جان صحابها اللي وصلوها مشاهدين عليا لي جان كل خطا مع من تجي طفله 18 سنه يقول ليها هما لاباس عليهم بصح انا مادام قادر نمد للمريض ما ندخلش. دوك نصرو راقد سي مو احنا في السياشي. رحت خطره الجزائر دو جوغ رحت مع عباد داروا فيا الخير بت عند ناس ما نعرفهمش. رحت نجري لواحد البرلمان مروانه قلت بالك يعاونني قال لي نعاونك بصح من بعد ما كان حتى حاجه في نوفمبر اكتوبر نوفمبر. وليت رحت للدي دي اس قال لي الديريكتور تاعنا مي باركي قال لي فريده ما عليك قلت له روح للوزير
قالوا لي اخرين قالوا لي مو ما يخليوكش، قلت لهم نقعد تما حتى يجيو لابوليس، نخبط نعيط ندير حتى يدخلوني الوزير. من بعد قالوا لي ما تدخليش، قال لي روحي شفي الديدياس، ديدياس خير يعاونك، وانا الديدياس نعرفو كات ما يعرفني مليح هكا عجبني، نهار جاي يخدم معنا على الكيف. رحت ديدياس ما خلاونيش ندخل، بعد النهار نو وقفت لبرا بكيت بكيت وليت درت. ومن بعد وليت ما وليتش، قالوا لي ولي بالثلاث استقبال، قلت لهم اني ساج فام من البياج تاع مروانه وخدمت 21 سنه، قالوا لي ياها ما يستقبلكش اليوم روحي بالثلاث. وليت درت خممت خممت قلت ما ممكن ما يقضي لي والو، وليت رحت روحت. كان نقعد شوف شهر 15 يوم راني مع نصر وبين باتنا مروانه، الناس شافوني الكل تما في لاريان شافهم طالعه هابطه بالبويون ولا. ومن بعد نولي نروح لواحد تجيني فكره نقول نكش مع واحد نروح لبكيلو، المهم قدا واحد رحت واحد لا قضى لي والو، نولي نرجع لنصر نولي في دائره نفس دائره الدور فيها ما خذيت له والو مسكين، كون جيت انا في البلاصه هو وصلني الخارج. واش نقول لكم يكثر خيركم. من بعد كي جبتو هنا المروانه لقيت هادو معايا هما في سته، الكاتورز فيفري جبتو نهار عيد ميلاد بابا، الكاتورز فيفري خرجتو جبتو. انا قلت واحد يطلع ليا هاد ليكيب ما خلاونيش يكثر خيرهم، هذوك الحشاك لي طخو كانوا العظام يبانو هم صوروهم العظام لارتيكولاسيون كي تشوفها هاك تتحرك منا لهنايا خدموه. شوف نهار بنهار دو موا ما خلاونيش، هما في سته يجيبوا لي الدواء بلاش، يجيو اسمها لوبيتال تاع علي نمر، لو بياج تاع سيد علي، لو بي اس بي، لو بياج تاع مي باركي كامل يعطيو لي الدواء، وان بليس يشريو لي حوايج من عندهم يجيبوا له قاموا لي به. دوك بدا لي زيسكار بداو يرتاحوا، بدا يسمان شوي بدا يريكوبيري، وقلت وانا ما تصورش هكا العباد يسمعوا بيا ويجيوني هكذا. الاولي لونسا هو اسلامي كثر خيره لونسا، قالوا عيو فيا صحباتي، جاتني حتى عيب نطلب العباد، قلت بالك هكا عباد دار فيهم الخير باش ما واحد يجي عندي يديهولي، بصح ما حدش حل نص الفيسبوك ونص لا تيليفزيون. وبعد نداءات كثيرة وصلت الرسالة إلى وزير الصحة عبد الملك بوضياف الذي طالب القائمين على شؤون الصحة في مروانة التدخل للتكفل بنصر الدين، وهو ما تم. هذا وسينقل نصر الدين إلى الجزائر العاصمة، وبعد تشخيص حالته من المختصين سيقررون إن سيتم تكفل به هنا في الجزائر أو سيتم نقله إلى الخارج. في هذا الركن سنعرف لكم حالة الغيبوبة التي يتواجد فيها نصر الدين والبعض من أسبابها. الغيبوبة هي حالة من اللاوعي تستمر لفترة طويلة، خلال الغيبوبة يكون الشخص غير قادر على الاستجابة لبيئته المحيطة ويبدو وكأنه نائم، وخلافا لما يحدث خلال النوم العميق لا يمكن إيقاظ الشخص الراقد في الغيبوبة بأي نوع من المحفزات أو المؤثرات الخارجية بما في ذلك الألم. تحدث الغيبوبة بسبب التعرض لإصابة في المخ قد تكون ناتجة عن ارتفاع ضغط الدم مثل ما حدث لنصر الدين، نزيف المخ أو فقدان ونقص الأكسجين أو تراكم السموم، ويمكن أن تكون الإصابة مؤقتة وقابلة للعلاج، كما يمكن أن تكون دائمة. 50% من حالات الغيبوبة سببها ارتفاع ضغط الدم. تعتمد العلاجات الخاصة بالغيبوبة على سبب الإصابة، ويجب على الأشخاص ممن هم على مقربة من المريض إعطاء طبيب أقصى حد ممكن من المعلومات لمساعدته في تحديد سبب الإصابة بشكل عام. علاج الغيبوبة هو علاج داعم، إذ يتم علاج والعناية بمرضى الغيبوبة أثناء تواجدهم في وحدة العناية المركزة، وهم غالبا ما يحتاجون إلى دعم كامل حتى تتحسن حالتهم الصحية. بابانا وحبيبنا نصرو، نقول لك ربي يشفيك ان شاء الله، وكامل لي زارتيست راهم معاك، وكامل الشعب الجزائري ان شاء الله يعاونك، وكامل يدعيوا لك ان شاء الله. خونا امين 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 رابر
خونا مراد معروف كاميرا كاشي وبسيني ما ربي يشفيك. خونا من باري كوميدي ايموريست سليم الشاوي معروف زوالي في حل. حبيبنا الفني تشيتشي سمير مزولي قهوة الكوستو. سمير الفني بن عله من وهران ايموريست ثاني. نقولوا لك نقولوا لهم اليد في اليد والخير يزيد ويا ربي يشافي كل مريض. امين يا ربي. هذه كاع لي زارجيريا نديروا اليد في اليد وباش الخير يزيد ويا ربي يشافي كل مريض. باش نعاونوا خونا نصر ان شاء الله. عاونوا ان شاء الله ناس مروانه رانا كامل نصر ان شاء الله. رانا كامل نصر نصروا ما تخافش كاين رب كاين ربي سبحانه هو الشافي ربي يشفيك فوالا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الناس هاد اللي تشوف لها فيديو ثاني والله ان شاء الله ربي يجيبك الشفاء دور عليك ان شاء الله خويا نصر وان شاء الله اللي في الخير ربي يقدمك ربي يجعلك الشفاء ان شاء الله ينتظرك ان شاء الله خويا نصر ربي يشفيك ان شاء الله وان شاء الله تعود علينا بالصحه ولهنا ان شاء الله ربي يشفيك خويا نصر ان شاء الله ونتمنوا لك الشفاء العاجل ورانا معاك قلب ورا يخشيلوكم طيب طهور ان شاء الله في ميزان حسناتك وربي يشفيك ان شاء الله طهور عمي الناصر خونا الناصر وربي يكون معك ان شاء الله ما تخافش يد الجزائر يد واحده ان شاء الله كاع لي زرجيريان توجور نقول لكم اليد في اليد والخير يزيد يا ربي يشافي كل مريض ان شاء الله رب العالمين يشافيك يا خويا مصرو ان شاء الله يكفوا معك كاع الناس تاع مروانا وولايه باتنا وكاع لي زرجيريان واي مريض نعاونوه وهذا الشيء هذا مليح لينا وربي يشافي كاع المرضى السلام عليكم نطلب من الشعب الجزائري كامل كامل شوكه شوكه وبلاصه بلاصه يدير اليد في اليد ويعاون خونا نصر ان شاء الله ربي يشفيك ان شاء الله وان شاء الله تولي خير من زمان مرسي الآن سنعرض عليكم حالة مختلفة تحتاج المساعدة والبداية بفائز جموعي من واتسوف الذي يعاني من مرض النمو العشوائي للشرايين على مستوى رجله وهو في حاجة لمبلغ 60 مليون سنتيم لإجراء عملية في تونس درت جولة علاجية كبيرة في مستشفيات العاصمة والقطاعين العام والخاص وخاصة عين الناجة وكلهم أكدوا عدم القدرة على عملية القسطرة اللي هي تدعى امبيليزاسيو والاختصاص اكدوا لي راهو كاين في الخارج درت عده حصص في تونس ولكني عجزت عن قضيه مواصله العلاج مصاب بنمو عشوائي في شرايين الرجل وهو عباره عن نواسير شريانيه وتغذي في ورم لابد من عمليه قسطره مستعجله واذا قالوا لي اذا ما درتش عمليه القسطره تبقى تغذى الشرايين في الورم ويقصوا لك رجلك ماذا بيا نلقى أذان ساغية ويعاونني باش نجمع مبلغ 8 ملايين تونسية وندير عملية القسطرة عن قريب وربي جازي المحسن مبلغ المالي في العملة الجزائرية حوالي 58 مليون هكا للقيام بعملية قسطرة للورم قسطرة باش يفهم المشاهد يعني الشريان الزائد اللي في رجلك نتايا باش يحرقوا تكويه هو هي إبرة خاصة بحرق تلك الشرايين العشوائية حرق الشرايين العشوائية نواصل مع بحث في فائدة العائلات عائلة بالحاج جلول من غليزان تبحث عن ابنها ياسر الذي خرج من البيت العائلي يوم 17 من أفريل يرجى ممن يملك معلومات عن الطفل الاتصال على الرقم الظاهر في الشاشة الختام مع حالة تستحق الإشادة ويتعلق الأمر بالشاب عمر الذي نظف بمفرده وفي ظرف أسبوع واحد تقريبا كل شاطئ شين وبيتي بازا رغم إعاقته في العمود الفقري برافو عمر في هذا الركن سنعرض عليكم جديد المرضى والمحتاجين ومختلف الحالات التي عرضناها عليكم سابقا لعلكم تتذكرون أيضا طفل عبد المومن الذي يعاني من سرطان الشبكية نروح باسكو نهار عطاولي بكرونديفو لو 28 هذايا راح نبوزي الدوسي تاع الفيزا دوك وقت ما عطاولي نروح لفرنسا عندي عمتي تمايا رحنا هي تبرجيني تمايا ومن بعد ما تم الطبيب تاعها اللي يداوي عند ولادها هو اللي راح يديني للسبيطار باه ندير له الكونسلطاسيون من بعد ثم انا واش راني غادي ندير كونسلطاسيون كي يعطوني يديروا لكم كونسلطاسيون جينيرال ويعطوني الدوفي من هذيك انا قلت نشوف
كيفاش ما نتحنجي نتحرك لها ولا انا بور لو مومون راني تما بها ماكتيفي نروح لتما يا من بعد واش لازم هو فيربالمو هذيك النهار الطبيب هذاك قال لها ابي بري ما نعرف قال لها بالتقريب تفوت 200,000 اورو دوك انا اسم هكذا حاجه ملموسه ولا بار ايكري ما عنديش انا دوك باسكو انا دوموندي ديجا مقبل دوفي قال لك لا لا لازم المرض لازم يجي غادي ندير كاع غادي نبه نديه نروح بها ندير له نحكم رونديفو ويعطوا لي الدوفي بالدوفي هذاك راح نقول بسم الله. وتتذكرون ايضا الطفل مروان الذي يعاني من مرض نادر ويتواجد في حاجه ماسه لدواء ترانزلارنا. الدواء راه يدير 1000 اورو كل مومون راني لاحق اكزاكتومون 25 مليون. علاش؟ مي كاين دي جون بروما ولا كيعاونوا كيجيبوا لك الدواء فرنسا لا لا؟ بيان سور اه وي هذا فاسي سور اون فرونس كل واحد مابلي كاين كيلكو زاين مابلي قالوا لي ان شاء الله اون فا دو بلاسي في لا فارماسي تاع لي زوبيتو ميم ما يعطوها الناس اون تخوف ان سوليسيون تجيبوها لك ماشي مشكل كاين دي بروميس الحمد لله الله غير كاين دي بروميس. كاين لا كانيوت تاع الجزائريا وورلد وايد اي لحقا 1236 اورو. هذيك لاسوسياسيون تاع الدابتي اي لحقا 1236 اورو اون فرانس. كاين ريبليك تاع الهداف والله يا رضوان غير سي لا سول ريبليك سي لا سول سان نقولها ونشكر والله غير سي لا سول ريبليك صدقني كاع لي باساج تاعي يا اوكين ريبليك مي هادي تاع الهداف تاع لا ديرني فوا لا في ان جران تيفي. سي لا سول ريبليك سي لا سول سان نقولها ونشكر والله غير سي لا سول ريبليك صدقني كاع لي باساج تاعي يا اوكين ريبليك مي هادي تاع الهدف تاع لا ديرني فوا لا في ان جران تيفي والله غير لا يون جران تيفي سي بوكو دجون والله الحمد لله والله الحمد لله يا ربي. البارح واحد عيط لي قال لي عندي دراهم راح نزكيهم قال لي كي شفت هذيك قال لي هذو تاع مروان قال لي راح نزكيهم المروان. اخويا ما يكون غير الخير ان شاء الله نعيطوا لك ولا عيط ما يكونش. والختام مع الحارس السابق محمد عبد السلام الذي يوجه لكم رسالة خاصة من مارسيليا اين يواصل تلقي العلاج وعملية اعادة تأهيل وظيفي. السلام عليكم انا محمد عبد السلام في باليكم تعرفوني بون عندي بزاف ما بنتش صاحبي اش كان يداوي منه منيح وكان يبنت باش نقول لكم كثر خيركم بلي جامي نسيتكم وجامي راح نساكم وكل ما نفكركم نبكي تاع الصح. كثر خير زوالة اللي عاونوني كثر خير الناس كل كبير وصغير وكل 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 ما تيماجينيش قلت لي ما راني هكا مالغري مريض مي المورال تاعي ديما بيان ديما طالع بيسك توما ديما معايا مادامكم توما ديما معايا بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله نروح نمشي وراح نمشي مهما يكون ان شاء الله يا ربي نمشي واني متوحشكم بزاف زواو للناس كل عاونتني الحمد لله بارابور وين كنت وراني اني لا باس انني حليت الباب تاع الموت اني قلت لكم حليت دخلت وانتم ما جبتوني واني قلت لكم قالوا لي كنت انسان ما راك موت الحمد لله زواو لا جاو تعاونوا كلو جبدوني من الموت الحمد لله بون بقات في الدعوه داولي برك يصلي يدعي لي وداو المرضى كل ربي يجيب لهم الشفاء بيس كان يشوف دي كابلك اكثر مني ان شاء الله ربي انا يقدرني نكون واحد من الناس اللي نعاون كيما عاونوني الناس ان شاء الله نجي ونقدر لكم خيركم. مشاهدينا الكرام الى هذا الحد وصلنا الى ختام هذا العدد عدد تبعتوا فيه الحاله تاع الطبيب المختص في الانعاش والتخدير السيد نصر الدين بن عمر. قناة الهداف تنقلت إلى المنزل تاعو في باتنا نقلت السرقة تاع الزوجة تاعو قالت باللي الزوج تاعها يتواجد في الإنعاش في غيبوبة أقول منذ 8 أشهر وقالت أيضا باللي كي صارت له الحادث نقلته إلى المستشفى ثم لقات صعوبات. وقبل ما نخليكم كاين بعض النقاط المهمة أولها قناة الهداف تنقل فقط الحالات نحن في مقر جريدة الهداف وفي مقر مجمع الهداف لا نقوم بحملة جمع تبرعات احنا ننقل الحالة للمحسنين وفيما يخص عملية جمع التبرعات من الأفضل أن تكون عبر الحساب البنكي CCP ماشي اون اسباس باش حنا نتبعوا الحالات
كي نوصلوا للمبلغ المحدد نحبسوا عملية جمع تبرعات. في الأخير نقول لكم ربي يقدركم كامل على فعل الخير. دير الخير تلقاه هو شعارنا دائما.